ننقل على موضوع بعتقد هو حساس بحد ذاته، بس بعتقد انت بتحب تحكي عنه سبق وهيك عرفت هالشيء. انا هو الحب عامة يعني شيء جديد علي. شيء جديد عليك ايه؟ مزبوط انه انت بطلت تآمن انه في حب حقيقي وصادق بالحياة بالعالم، وانه كل العلاقات مبنية على المصالح؟ هل هالشيء مزبوط؟ لا مش هذا اللي بقصده. انا اللي بقصد انا انه دايما بقول انه العلاقة الناجحة هي اللي بتستمر فيها الحياة. فيني عزبك تعلي صوتك شوي؟ علي صوتي؟ ايه قرب شوي. قرب شوي اوكي. بالحياة في نعم. في في نجاح. هو النجاح شو؟ انك تفكري كيف لازم تنجحي، وخاصة المرأة. لما المرأة بتعرف شو معنات الحياة، شو معنات الرجل، وشو هي المرأة، تفكر بحالها بصير في نجاح. شو معنات الرجل؟ نعم شو معنات الرجل برأيك؟ كيف لازم تفكر المرأة؟ الرجل مكمل للمرأة بهالبساطة. انت فيك تعيشي بلا رجل؟ لا مش اي شغلتنا نحن اي شغلتنا يا خير معك حق تنقذ يعني نقذوني خلينا من سجمي عم بتنقذونا مطرع ما انت واصل عرفت كيف؟ نعم. فالمرأة لازم تفهم الرجال تفهم ليش هي مرأة؟ ليش خلقت مرأة مثلا؟ برأيك بعد انت يعني مش بس انه مشطنا شعرنا وحطينا حمرة، وانا بكره الحمرة كتير، حلوين الحمرة العشفافي كمان، انت مش حاطة ما هيك مبينين حلوين بس يعني افعمتنا بالكومبليمون. بعد في كارول اذا بتحب. كارول بنحكاش معها اوكي. طيب انت برأيك نعم كفي تفضل كيف انت؟ لا تفضل مش هتخلوني كيف؟ لا بلا تفضل بدنا نسمعك. لا انتو للجمهور عم بقطشوني. لا الجمهور رح يروقوا على وضعهم شوي. لمن المرأة نعم. بتعرف حالها مزبوط، بتعرف كيف مكون جسدها، وبتلحق التطور والاشياء اللي عم بتصير بالدنيا، عرفت علي كيف؟ وبتعرف شو قيمتها هي، مش انه خلص يعني مثل الفراشة مثلا بتطير وبتغطي وين ما كان ما بعرف شو. المرأة بشغل كبير كتير بالكون، وخاصة لما بتصير عندها أولاد. بدك أحكي كتير عن المرأة؟ أنا بحكي أنا بفسرها كتير. أحكي اللي أنت حاسس إنه عبالك بس ما بدي يروح للزقيف والهيصة ما هلا عم بتقول إنه عم بقطشونا شو بك؟ المرأة مهمة وأنت بتجنني. مرسي. هلا أطش. برأيك المرأة اللبنانية مش عم تتطور بالطريق الصحيح يلي أنت هلأ فسرت لنا إياه؟ أنا هلأ خايف على المرأة اللبنانية لأنه وضعنا بالبلد بخوف. مش حزين هالقد؟ لأنك ما بتعرفي شو عم بيصير بالليل. آه أوكي.